السلام عليكم مستمعينا ومشاهدينا دائما على راديو 36. ضيف اللي معنا اليوم فكاهي كبير من الفواكه المحبوبة عند بزاف ديال المغاربة، عطى الكثير للساحة الفنية وعطى الشباب فرصة وعطانا احنا الكلمة وخما وفاش بها. الفنان الكبير سي سعيد الناصري اللي غادي يكون معنا ضيف اليوم وغادي يهضر لنا على كاع الجديد ديالو. مرحبا بك. وكتقول الكلمه ما وفيتش بها صاحبي، والكلمه وفبات العثماني، انا بعدا راغي كوميدي ما يدوش عليا الناس وزيدون فاش ما وفيتش بالكلمه، وهذا هو الترحيب صاحبي. قلتي لينا غادي تحط السيت كوم ديالك في يوتيوب لولاد الشعب والناس ضامنوا معاك وتابوناو عندك، ومن بعد شفناه داس في التلفازه. ايوا انا راه خدمت عليها صاحبي باش نحطه في يوتيوب، وجاب الله التلفازه بغاو يشري وانا نبيع، وانا راك عارفني ديما كنبقى ولد الشعب واخا نبيع. واش انت فين ما مشيتي كتبقى تقول لينا هذه الجمله ديال ولد الشعب؟ واش غتبقى ديما تعاودها؟ حيت انا الفنان الوحيد اللي ولد الشعب صاحبي، زعما الفنان الاخرين تيليشارجيناهم من بلاي ستور. تزير معنا السي الناصري وعاود لينا كيفاش غفلتينا وبعتي البروجي للتلفازه. راه واخا بعت السيت كوم في التلفازه راه كنحطو في لاشين ديال اليوتيوب، غير الفرق اللي كاين هو قبل كنت غادي نحطو بلا ما نتخلص، ودابا غنحطو وانا مخلص، فهمتي؟ داكشي ديال ولاد الشعب. ولكن بالنسبه للناس راك ما بعتيش السيت كوم، راك بعتي الماتش السي سعيد. نبيع الماتش كنلعب مع اشبيليا. المغاربه راه غير داوينه صاحبي، وهذاك غير رزيق صغير وصافي غير باش نخلص الناس، وانت راك عارف التلفازه كتعطيك غير فلوس ليكيب وفلوس القهوه. واخا سيدي، ودوك الشباب اللي جاوا من بزاف ديال المدن وبانوا معاك في لي فيديو وبانوا معاك في لي لايف وقلتي غادي تبينهم وغادي تعطيهم فرصه، في الاخر عطيتيهم غير الهضره. دابا راه خاصك تفهم عاد تهضر. انا راه جمعت بزاف ديال الشباب باش يخدموا معايا ونعطيهم فرصه. النهار الاول فقط جا المقدم دام ليا التجنيد، خلى ليا غنائمة الياس وجوج دراري صغار. انا راه الحكومه كتحاربني يا صاحبي. ايوا زيد شنو درتي؟ ايوا هما مشاو للجنيد، انا مشيت للتلفازه نبقى بوحدي. وزيدون هاد الجنيد مزيان، الوطن هو الاول. حنا صاحبي راه كنموتوا على الشعب وكنموتوا على البلاد، حنا ولاد الشعب. شكرا على الوطنيه ديالك سي سعيد الناصري. ومعنا مكالمه من الفنانه اللي اشتغلت معك بزاف ديال الاعمال، الفنانه الملتزمه لبنى ابيدار. تفضلي. الو الو سي سعيد، توحشتك. اللهم اني صائم. انا توحشتك. ملي دفنوه ما زاروه، الا ما سولنا ما تسول. والله اختي الا دايرك في البال غير يفوت رمضان ونعيط لك. ما يمكنش نعيط لك في رمضان، راكي عارفه. ما يمشيش عقلك بعيد، انا بغيت غير نقترع عليك واحد الفكره. ايه مرحبا. بما انك انت كيعجبك داك الشيء ديال الاعمال الخيريه وولد الشعب وديجا درتي ملحمه وطنيه، اش بان ليك نديرو شي جمعيه خيريه، واول نشاط نديرو مائده افطار مع دار المسنين في هذا رمضان. صراحة فكرة زوينة ومكرهناش. إلا سمحتي ندخل لالا لبنى. مرحبا، تفضل. انت راه الناس يشوفوا غير الفيديوهات ديالك يفطروا بلا جمعية. وحشومة عليك صاحبي قطعتي عليها. والله إلا ممثلة زوينة هاد لبنى بالله، والعام الجاي إن شاء الله غادي نعيط لها بواحد العمل. عندي واحد الفيلم، فيلم هادف. أشوف خلينا من داك الفيلم هادف وداك الشي ديالك كامل، ديك لغات الخشب راه ما خداماش. حنا في هاد البرنامج غاجينا نيشان. نبيل عيوش قال لنا داك العام عنده فيلم كيعري على الواقع، غير خدا الدعم هو يعري الممثلين. أراها صاحبي العرا ماشي مشكل، المهم هو الميساج يوصل ونعاونوا الشباب. وصلنا لنهاية البرنامج، كنشكروك الفنان الكبير ديالنا سي سعيد الناصري وبرافو ليك، وحنا بدورنا من لي فان ديالك وكنشجعوك بزاف والاعمال ديالك كلها زوينه، برافو ليك. وقبل ما نختموا البرنامج نرجعوا للشباب، شنو تبغي تقول لدوك الشباب اللي كانوا ناويين يخدموا معاك ولكن مشاو للتجنيد؟ وكنبغي نقول لهم شكرا بزاف على داكشي كامل اللي قدمتوا ليا، وشكرا على داكشي اللي غادي نتقدموا للوطن. وواخا ما كتبتش نخدموا ومشيتوا للتجنيد هانيه، اهم شيء تابوناو عندي فلاشين وبارطاجيو.